في خضم ما يحيط بالإنسان من تقلبات وتسارعات في نمط حياته، لابد أن تلعب الفنون الإبداعية دورا جوهريا في توجيه البوصلة نحو بر الأمان. وأبو الفنون المسرح هو ذاك الفضاء الذي تجتمع فيه كل حواس الإبداع، تحرك الوجدان وتؤثر في الإنسان. والدنيا كما قال شكسبير ما هي إلا ركح واسع، كل الرجال والنساء هذا العالم ما هم إلا ممثلون ولاعبون في هذا المسرح. وللحديث بقية، أهلا بكم. إذن كما تابعنا مشاهدينا الحديث اليوم عن واحد من الفنون التعبيرية التي لها انعكاسات مباشرة على المجتمعات، إنه المسرح وما يحمله من معان ورسائل ذات بعد اجتماعي ثقافي وحضاري. لكن هل المسرح اليوم يمضي في هذا الاتجاه حاملا تلك القيم ومشبعا بهوية تجعله مرآة لما يحيط به وانعكاسا لقيم اجتماعية متجذرة في التاريخ؟ في هذا الإطار يسعدني أن أستضيف واحدا من الأوفياء والعاشقين للمسرح، المخرج المسرحي المبدع أمين نسور. مرحبا بك سي أمين. أهلا أستاذ، أهلا دكتور، تحية لكم وتحية لجميع متتبعي هذا البرنامج الجميل. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على برنامج مملكة الإبداع، وأنت من المبدعين الذين يشتغلون ويجتهدون على خشبة المسرح. نحاول على قدر الإمكان بطبيعة الحال أن نخلص لهذا الفن وأن نعطي فيه كل ما هو جميل وممتع. والحمد لله النتيجة واضحة سي أمين. يسرنا كذلك أن نستضيف أن يكون معنا في هذه الحلقة مستشار البرنامج الدكتور أحمد الدفري. سي أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سي حسام، شكرا لك. أهلا وسهلا بكما. إذن سي أمين لنبدأ الحوار على بساط أحمدي بكل عفوية وموضوعية، نراك من الفنانين الأوفياء للمسرح طبعا وأعمالك تتحدث عنك، ما هذه العلاقة الوطيدة التي تربطك بالمسرح سي أمين؟ وهي ارتباط عشق بطبيعة الحال، وارتباط مهني أيضا، وارتباط وجداني، لأن المسرح سكنني يعني منذ الصغر، وسكنته اليوم كممارس مهني في مساري يعني الحياتي وفي مساري المهني. وأظن أن المسرح أعطاني الشيء الكثير الذي كنت دائما أطمح له في حياتي. يعني علاقة جميلة ولازالت مستمرة بينك وبين المسرح سي أمين. طبعا، وأتمناها أن تستمر إلى يوم مماتي. تجد ضالتك في المسرح، يعني على خشبة المسرح وأنت تعمل في المسرح؟ أجد كل ضالتي في المسرح، أجد حياتي في المسرح، أجد كل ما أريد أن أعبر عليه أعبر عليه في المسرح، سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو وجدانيا أو غير ذلك. طيب، وهذا يقودنا يعني للحديث عن المسرح والهوية. برأيك هل المسرح اليوم هو أداة للفرجة والتسلية، أم ربما يعني ترجمة لواقع حياتي، لواقع يعني حياتي يومي بصيغة فنية؟ أنا المسرح أظنه دائما هو أداة للأنسنة، أنسنة المجتمعات. نعم. يعني بدون مسرح
بدون فنون بصفة عامة لا يمكن أن نتكلم على الوجه الحضاري للمجتمعات. نعم. واجهة حضارية مهمة، ولكن هذه الواجهة الحضارية في اعتقادي الشخصي يجب أن تنهل من محيطها، من ثقافتها، من تقاليدها، أن تكون متشبعة به لكي تذهب عند الآخر. مثلا نأخذ كل أدباء وكل المسرحيين العالميين الذين وصلوا إلى العالمية انطلقوا من محليتهم. نعم. نجيب محفوظ صحيح. انطلق من محليته إلى العالمية، لوركا انطلق من محليته إلى العالمية، وقص على ذلك كل العظماء، شكسبير الذي ذكرته في البداية انطلق من محليته، مكان التواجد الوجداني والهوياتي إلى الآخر، إلى الخارج، إلى الآخر. إلى نعم تفضل. نعم أنا ما أتراني في أجوبة الفنان السي أمين ناصور هو أنه يتحدث عن المسرح ولكن بإرجاعه إلى ما وجد فيه هو ذاته. نعم. وما يعود بالنفع عليه هو كذات وكشخص وكفرد. صح. لكن أنا أتساءل معك هو أنه هل هذه العلاقة الوجدانية وهذا الشغف وهذا الحب الذي تجده في المسرح ألا يمكن أن نرى فيه شيئا قادر على أن يعود بالنفع على الناس عامة؟ وإن كان كذلك فمجمل الأعمال المسرحية التي أخرجتها أو شاركت فيها كيف يمكن بالملموس أن نفهم بأنها بالفعل تركت آثارا على المجتمع؟ يمكن أن أقول لك دكتور أن الأثر لا يمكن أن تلمسه يعني هكذا ماديا، ولكن تحسه عندما تلتقي وتتفاعل مع ذلك الجمهور. هو ليس جمهور واحد، هم جماهير متعددة. وأنت ذكرت دكتور أن يعني مجموعة من الأعمال قدمناها في مسارح متعددة وفي أماكن كثيرة جدا، ما كنا نشعر فيه به من فخر ونحن يعني نلتقي بعد العرض مع هذه الجماهير. نعم. وكيف تفاعلت مع عرضنا وكيف أيضا استفزتها أحيانا عرضنا، أحيانا نستفز فكر وأحيانا نستفز حياة الجمهور هنا سواء في وهذا الهدف من العمل الإبداعي طبعا الحال. وكما برشت يعني برشت دائما ينادي أن المسرح هو أداة لإعادة إنتاج الفكر وليس فقط لدغدغة المشاعر. نعم. وأنا أتفق معه. نعم. يعني جملة وتفصيلا في هذه المسألة. إذن مسألة تفاعل مع الجمهور، مسألة أيضا أن نذهب عند الجمهور وأن نخرج من أماكننا المغلقة إلى أماكن المفتوحة عند الجمهور أيضا هي مهمة ومؤثرة. عملك هو يندرج في إطار الشغال على هوية كما قلت بأنك تشتغل على ما هو محلي صحيح، لكن إلى أي حد يمكن أن نقول بأن السي أمين ناصور استطاع أن يبلور هذه المحلية المغربية لكي يبعث بها إلى شعوب وثقافات أخرى خارج المغرب لكي تستوعب حقيقة هذه الهوية؟ أين هو حضور أمين ناصور في خارج إطار المغرب؟ خارج إطار المغرب ممكن أن أذكر لك مثلا تجربتين يعني أخيرتين يعني ليست بعيدتين، هي تجربة مثلا شطارة لفرقة تفسوين من الحسيمة، وذهبنا بهذا العمل الذي فيه جزء من الثقافة يعني الأمازيغية الريفية، ذهبنا به إلى مصر، ذهبنا به إلى العراق وتوج يعني إلى المشرق. آه. وتوج العمل هناك بأكثر من جائزة سواء في المهرجان التجريبي. نعم. للمسرح في مصر أو أيضا في المهرجان الدولي بالعراق. آخر تجربة هي تجربة ورزازات واشتغالنا على الموروث الثقافي والمحلي خصوصا فرجة أحواش، وما أدراك ما فرجة أحواش، كفرجة محلية وذهبنا بها إلى العراق وفي مهرجان عربي دولي وفزنا بالجائزة. نعم. الكبرى للمهرجان العربي الذي تنظمه الهيئة العربية. إذن وهذا الخروج من المحلية إلى العالمية إلى العالم العربي على وجه الخصوص. يعني في إطار الحديث عن أعمالك المسرحية سي أمين، مسرحية نوستالجيا التي تابعنا مشاهد منها في بداية الحلقة هو عمل مسرحي بإمكانات ضخمة، يعني شاهدنا مواقع تاريخية أثرية لحقب زمنية عديدة كذلك. بداية
ما الهدف من هذا العمل؟ ما الهدف من هذا المشروع المسرحي الضخم؟ هو مشروع نوستالجيا، عروض نوستالجيا عاطفة الأمس. للأمانة هو يعني مشروع خالص لوزير الشباب والثقافة والتواصل الأستاذ المهدي بن سعيد، هو صاحب الفكرة. صاحب الفكرة، صاحب الفكرة. نعم. طبيعة الحال تم المناداة علي من طرف ديوانه من أجل أن أشتغل كمخرج لهذه العروض، والفكرة الأساس كانت هو إعادة الاعتبار للمآتي التاريخية من أجل يعني عن طريق مسرحة المواقع. فقمنا بيعني بدراسة تاريخية مهمة للأحداث والوقائع والشخصيات والحقب التاريخية والزمنية التي كانت تعيشها تلك المواقع، وحاولنا أن نخلق عرضا. نعم. في مسار يعني يقطعه الجمهور من أجل التعرف على تاريخه. الجمهور يتبع العرض، الجمهور الذي. نعم. يتبع العرض وليس العكس. يعني الجمهور من يتنقل، هذه سابقة من يتنقل. نعم. هو للأمانة ليست يعني مسألة جديدة، موجودة، ولكن هنا في المغرب الفرادة. لا، هنا في المغرب. نعم. في المغرب كانت بعض التجارب المحتشمة يعني الصغيرة، ليست بهذا الحجم أكيد. نعم. ليست. نعم. بهذا الحجم، وليست بهذه الطريقة. نعم. والكيفية. نعم. وليست بهذه الإمكانيات. نعم. الضخمة يعني. نعم. إمكانيات مهمة. جعلت كل الحضور يفتخر بهذه التجربة. أعطي فقط مثال بسيط. نعم. في شالة لمدة 7 أيام بمعدل ثلاث عروض في اليوم. نعم. مدة العرض 45 دقيقة، أكثر من 20,000 من الجمهور وكنا تابعوا هذا العرض المسرحي. هذا المسرحيه. طيب. ويعني تم احراجنا بعد. نعم. ذلك، لان الجمهور ارادت يعني الجمهور. طيب. اراد ان يتفاعل اكثر مع العمل وان يشاهده. دعنا سي امين نقرب الجمهور اكثر من هذا العمل، ونتوقف مشاهدينا مع هذه المقاطع من مسرحيه نوستالجيا، ونعود لنكمل الحوار. نوستالجيا من اخراج ضيفنا الفنان المبدع امين نسور. كنا نتابع مشاهدينا هذه المقتطفات من المسرحية، من هذا المشروع المسرحي الكبير نوستالجيا من إخراج الفنان أمين النسور. يعني سي أمين، من النادر أن نرى كل هذه الإمكانات مجتمعة في عمل مسرحي عربي يعني، أو فوق هذه المساحة كذلك. يعني المسرح أصبح هو عبارة عن ربما مئات المترات، والجمهور كذلك يرافق العروض المسرحية. يعني ظاهرة صحية في المسرح المغربي طبعا. وهذا يعني لما يكون على رأس وزارة وزير يعني يفهم قيمة مؤمن بالفكرة ويؤمن وصاحب الفكرة ويؤمن أنه الارتقاء. نعم. الارتقاء بالمواطن المغربي ليس فقط من جانب يعني السياسي والاجتماعي، هناك ايضا المكون الثقافي اساسي، ويعني يتم يعني رصد مجموعه من الامكانيات الضخمه من اجل انجاز مثل وهكذا اعمال، فانها تعطي اكلها بطبيعه الحال. والجميل هو ذلك الفخر الذي كنا والاعتزاز الذي كنا نلمسه في الجمهور. نعم. بعد كل عرض. بعد العرض. نعم. فقمه السعاده. صحيح. ناهيك على مساله اخرى اساسيه، ازيد
300 فنان وفنانة وتقني وتقنية يشتغلون في هذه الأرض، يعني فرص اشتغال حقيقية، بالإضافة إلى مهن مرتبطة أيضا بهذا العمل. يعني دكتور أحمد يدعو للفخر هذا العمل. نعم، وأنا ربما أظن وقد أكون صائبا أو مخطئا أنه ربما أن في داخلي كم خلال تجربة عروض نوستالجيا عاطفة الأمس ما ربما تكون قد عشته من تجارب وأنت صغير مع الطيب صديقي الراحل الطيب صديقي. أكيد. لأنه كان لديه مثل هذه المغامرات المسرحية الكبيرة، ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ، الملاحم الكبيرة، عبد الرحمن المجدوب، إلى غير ذلك. يعني أن هذا الشكل الإخراجي البديع ألا يعود بنا نوعا ما إلى مسرح تجريبي، أم يمكن اعتبره تجاوزا لمسرح تجريبي لطيب صديقي؟ أنا أتفق معك دكتور، وأضيف أنه استمرارية. استمرارية، لأنه دائما عندنا إشكال الماضي والحاضر. نعم. نريد دائما أن نفصل الماضي عن الحاضر. نعم. لا يا سيدي، نحن مستمرون فيما بنوه روادنا. الطيب صديقي بدأ. نعم. الملاحم الكبرى والعروض الكبرى في 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 المغرب، وكذلك الأستاذ الجندي. نعم. فالآن نحن مستمرون. نعم. غير أننا مستمرون بفكر آخر، بتقنيات جديدة وبتطلعات يعني جديدة. فنحن لأن نحن كشعب مغربي شعب فرجة منذ القدم، لدينا فرجات متعددة ولدينا. نعم. فولكلور متعدد، فبالتالي لا يمكن أن يعني أن نبقى مكتوفي الأيدي وألا نقدم لهذا الجمهور فرجات كبرى مثل نوستالجيا مثلا. نعم. ولكن فيها سمات عصرية، ولكن ملامح البساط موجودة. يعني أكيد ملامح البساط وسيد الكتفي إلى غير ذلك من الحلقة والحلقة كاع الفرجات الشعبية كلها موجودة هنا. طيب سي أمين، لنشر ثقافة المسرح أكثر يعني وإيصال العروض المسرحية للمشاهد إلى سائر فئات المجتمع، يجب الخروج إلى فضاءات مغايرة خارج الخشبة، وذلك للتقرب أكثر من الناس بلغة المسرح. طيب ما هي أهمية هذه الخطوة برأيك؟ خطوة مهمة جدا، وتجعل المسرح يذهب إلى الجمهور وليس العكس. نعم. لنكن متفقين على أن القاعات المسرحية ولو كانت فيها آلاف المقاعد تبقى نخبوية، لأنه يأتيك جمهور معين إلى تلك القاعة ويشاهد العرض، ولكن لما تذهب بعملك إلى ساحة عمومية. نعم. مثلا أو إلى حديقة عمومية أو إلى مكان فضاء مفتوح عام، فإنك يعني توصل عملك الفني أو عملك المسرحي إلى أكبر عدد أكبر قدر ممكن من الجمهور الذي لا يستطيع أن يتفاعل مع أعمالك في القاعات المغلقة. نعم. فبالتالي هي مسألة مهمة، خصوصا أن الوزارة أعادت النظر في آليات الدعم وأرجعت مسرح الشارع إلى 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 يعني إلى آليات الدعم وإلى شبابيكه. فالآن نشاهد مجموعة من العروض المسرحية المتنوعة في الفضاء العمومي. يعني أنت كمبدع وتشتغل في هذا المجال، مجال المسرحي، تجد أن هناك حركية مسرحية، يعني حركة مسرحية يعني جديدة في المغرب في الآونة الأخيرة؟ أكيد، وحركية كما وكيفا. كما، لأنه الآن أصبحنا نشاهد عدد كبير من العروض المسرحية. نعم. كيف نشاهد أعمال مسرحية الآن في مستوى عالي ويعني تنافس في أكبر المهرجانات العربية والدولية. نعم. فلماذا كما كنقولوا بالدارجة نضربوا الشمس بالغربال؟ رغم أنه بين قوسين دائما هناك بعض النواقص طبيعة الحال، ولكن يعني الكمال لله، ولكن في الاتجاه السليم، في الاتجاه الصحيح تسير الأمور. صح. وهذا أهم شيء. أهم شيء. فضل. نعم. دكتور، أنت لديك الآن كما أعرف وكما أتابع مسرحية الفيجطة. نعم. والفيجطة هي. نعم. مسرحية، إن أردنا أن نترجم هذه الكلمة، الحفل. نعم. يعني حفلة. الفيجطة. نعم. بمعنى أنه يكاد أن يبدو لنا بأن الأمر يتجه دائما نحو الاحتفال، التسلية، الإضحاك، مسرح الاحتفال. هل مفهوم الاحتفال لديك ضروري أن يكون حاضرا في أعمالك المسرحية، بحيث أنك تعيد كما قلت بعض
تجارب الاحتفالية السابقة المغربية. بدأ المسرح احتفالا وسيستمر احتفالا حتى ونحن نقدم أكبر تراجيديات المسرحية، فإننا نحتفل بطقس معين. فبالتالي أنا دائما أنظر إلى المسرح أنه احتفال، وأنني أنتمي إلى مجتمع يحتفل في كل يعني تجد حياته. هذه الأعمال المسرحية تجد قبول عند المشاهد، عند المتلقي، عند الجمهور. هذه الأعمال التي تعتمد على الاحتفالية كما قال الدكتور، يعني لا فيستا أو الفشطة كما سميتها. والحمد لله ممكن أن تشاهدوا الأرقام وتشاهدوا التفاعلات والفيديوهات التي تنشر هنا وهناك. إذن خلينا نشاهد مقتطفات مشاهدينا من مسرحية الفشطة للمخرج أمين نصور. كون جيتي لي فمن غير قالتي كون تحاسبت معاك. علاش غتحاسب معايا؟ وقت الحساب الا جات يخاف اللي داير. علاش؟ اما انا ما عندي علاش نتلام. معفره مع راسك. اييه أمين، أنت من الفنانين المسرحيين الذين كرموا وتحصلوا على جوائز عديدة يعني حتى خارج المغرب. يعني برأيك هذه الجوائز يعني بالنسبة لك ما هي أهميتها؟ يعني هل هي تقتصر فقط على منفعة شخصية أو لها بعد مهني تحفز الفنان أكثر كي يعطي أكثر ويرتقي أكثر بعمله وبعطاءاته؟ هو أنا أنظر دائما إلى الجوائز في جانبين. الأول هو الاعتراف بالتجربة. نعم. يعني بالتجربة وقوتها في الساحة سواء كانت الوطنية أو العربية. نعم. ثانيا هي تحفيز للمبدع، تحفيز على أن يستمر وأن يكون التحدي والمنافسة مع نفسه وليس مع غيره. يعني أن تتفوق على نفسك في بين تجربة وتجربة. نعم. هذه بالنسبة لي هم الشيئين الأساسيين بالنسبة للجوائز. غير ذلك يدخل في إطار النرجسية وفي إطار إطار يعني الأمور الشخصية والاعتبارات الشخصية. أنا بالنسبة لي أتساءل معك سي أمين، هو أنه ألا يمكن أن يأتي وقت تجد نفسك في موقف تكرر فيه نفسك وتعيد نفس القوالب بمعنى آخر؟ ألا يمكن أن نرى آفاقا أخرى تخرج من جبة هذا الاحتفال من خلال التأمل وإعادة النظر والبحث عن الجديد في التراث المسرحي العالمي؟ أكيد أكيد. هو دائما هناك فرق ما بين الأسلوب الفني وما بين أيضا المسار الفني. الأسلوب الفني يجب أن لا يتغير في نظر، يجب أن نبحث فيه وأن نجدد فيه. المسار يجب أن تكون فيه منعرجات مهمة، منعرجات بين تجربة وأخرى لكي لا نقع كما قلت دكتور في النمطية. ويجب دائما على المسرح أن يكون بالدرجة الأولى قريبا من الإنسان ومن هموم الإنسان، ويكون مرآة وإنعكاس للمجتمع. نصل الآن سي أمين إلى فقرة في الصميم، وهي عبارة عن أسئلة تتطلب أجوبة سريعة. ما الذي تشكله خشبة المسرح بالنسبة لأمين نصور؟ عالمي الخاص. ما هو العمل المسرحي الناجح بالنسبة لك؟ هو الذي ينتهج مقاربة تشاركية. والحكمة المفضلة لأمين نصور؟ الحكمة حارب دائما شرهم بخيرك. طيب العالم الأزرق اليوم نقطة بيضاء أم سوداء في مجال الإبداع؟ هي نقطة رمادية.
رمادية. رمادية. ما بين وبين. ما بين وبين. طيب، حلم تحرص على تحقيقه. هو أن أقدم كوميدي ميوزيكال كبيرة من تراثنا المغربي. والأخير لسي أحمد. مسرحي مغربي تحبه لكنك غير مقتنع تمام الاقتناع بما يقدم وتريد أن توجه له نصيحة. هذا السؤال صعب لأنه صراحة لن يعني ممكن يعني بكل عفوية وتبقى بكل عفوية الذي لا لا يعني لا أقتنع بعمله لا يمكن أن صعب جدا. إذن كل المسرحيين بالنسبة إليك فهم يقنعونك. يقنعون من خلال تجاربهم، يعني من خلال تجارب أنظر إلى كل تجربة من خلالها وليس نعم. من خلال تجربتي. ونتمنى لك كل التوفيق المخرج المسرحي الفنان المبدع أمين نسور. شكرا جزيلا على حضورك الوازن أيضا معنا اليوم. شكرا لك أستاذ حسام، شكرا دكتور الضفري. كانت حلقة ممتعة جدا رغم قصر لم نشعر بالوقت. رغم قصر الوقت إن شاء الله تكون حلقة ممتعة. إن شاء الله تكون حلقات أخرى عن المسرح لأن أبو الفنون يستحق منا عدة وقفات إعلامية. الشكر موصول لمستشار البرنامج الدكتور أحمد دافري. شكرا جزيلا دكتور. إذن مشاهدينا، الحديث عن أبي الفنون يطول ويطول، فما يعرف عادة عن المسرح أنه لا يعرف لغة الخشب، أداة فيها من المعاني والإبداع ما يثير الفضول ويرتقي بالذوق والخيال، والهدف ترسيخ هوية ثقافية اجتماعية وفق أسس سليمة. وللحديث عن المسرح بقية تحية وإلى اللقاء.